انا عايز اعرف الزفت ده هرب من المراقبه ازاي، وشوفي لي عيل تاني بدل الرضاع ده. والنبي ابله، اهدي بس، اهدي بس، وكل اللي انت عايزاه هيحصل. اهدي، لان انت زعلك وحش. انا عارفه. انا بقى اللي نفسي افهم، انت ازاي عايش بعد ما ضربتك الرصاصه في صدرك دي؟ يا نهار اسود، انا الله يكون في عوني. والله انت مش عارفه انا حاسس بايه دلوقتي. انا قاعد قدام الست اللي ضربتني طلقه، والحمد لله ربنا نجاني، وجايه بقى بتسالني ربنا نجاني ليه عشان لما اقول لها تضربني طلقه تاني. تخيلي بقى انا حاسس بايه. لا مش عارفه حاسس بايه. ايه بقى اللي حصل؟ طاهر اللي هو جعيره، ماله، هو اللي انقذني بعد ما انت ضربتني بالنار. يا ابن اللذينة، لو يقع بس تحت ايدي. مش هيقع، مات. يبقى جيب جثته واحرقها. مات مولع. شوفي سبحان الله، عشان انت نضيفه من هنا، اللي انت عايزاه ربنا بيحققهولك. انت ليه بشعه كده؟ ليه ناشعه كده ونضره؟ ليه كده يعني حضرتك؟ يعني حضرتك، انا نفسي افهم بس، حضرتك عايزه تموتيني ليه؟ ده انا كلب اساسا، ولا اخلاق، لا وعارفه دي كلب، ولا ضمير. خلاص بقى، بص، هو انا يا هموتك يا هشوف ازاي استخدمك. سبحان الله، ده نفس الكلام اللي قاله لي طاهر بالظبط. الله يكحمه مطرح ما راح. تكونش دي علامة؟ ربنا يجعل حظك زي حظه قادر يا كريم. هو انت بتقول ايه؟ لا ده انا بدعي لك من قلبي، بدعي لك من قلبي. انتوا تاني؟ انتوا تاني؟ يا نهار اسود، ده هتاكل العيال. نزل. ما تبصش وراك. ايه؟ انت معاهم ولا معايا؟ بقولكوا دوروا لي عليها، هاتوني. انت كنت فين يا استاذ؟ اعوذ بالله. يا لقيت مقربت الشجر بيتكلم. ايه شكلي بايظ قوي ولا ايه؟ انت مين اصلا؟ انت مين؟ ما هو من ولادك، لولا انا ست عاقله كان زماني قتلتهم لك. الله، دي التسريحه حلوه والقصه جميله. ايه القصه الحلوه دي؟ انت كنت فين اصلا؟ انا كنت فين؟ كنت الواد ابننا قريف شويه، فقلت اما افسحه حبه بقى. تفسحه؟ ما هو انا هعرف كنت فين وايه اللي حصل وبالتفصيل، بس مش وقته دلوقتي، لازم التيمبو يبقى اسرع شويه. سيادتك تقوم حالا تاخد بنتين اللي بره دول تربيهم عند امهم، وبالمره تطلقها. وبالمره تطلقها؟ ايوه تطلقها، بس المره دي بقى هشوف الورقه بعيني بعد ما تتسجل في الشرع العقاري، هي وشهاده ميلاد ابنك. بقول لك ايه، هو شكلي وحش قوي؟ لا 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 خالص، انت شكل الاسد اللي هو كان مع عادل امام ده في المسرحيه اللي كان بيقوم ويقعد معاه. اطلع اقتلهم لك دلوقتي، هطلع اقتلهم لك. ليه بس؟ هم مالهم؟ شكلك حلو جدا والله، شكلك جميل بجد؟ جدا. بجد؟ الله، ايه العسل ده؟ الله، اثبت اللوك. هو ثابت، مش محتاج حد يثبته، ده هو مش عارف ثابت كده ازاي. ما تلعبيش بقى في شعرك كتير. مش هلعب، خلاص مش هلعب. ممكن حاجه تخرج من شعرك تهبش ايدك، ما احنا مش ضامنين الاحراش اللي على دماغك دي فيها ايه. ايه ده؟ مش فاهم. اسكت، بتعمل ايه؟ مفيش، اصل انا في مصيبه ولا ايه؟ مفيش اي حاجه، انا بس جعت يعني، فقلت اجي اكل اي لقمه من المطبخ. جعت انت تستعبط؟ بصراحه انا قاعد هنا عشان هربان من العفريت، وقلت استنى لحد ما تنام واخلع من البيت ده واهرب. تخلع منين؟ ده انا ما صدقت انك جيت، انا عايز حد يشاركني القرف اللي انا عايش فيه هنا. على اساس ان انا ما شاركتكش قبل كده قرف يا عبد الصبور؟ انا بصراحه تعبت من مشاركتك وزهقت، وهمشي يا عبد الصبور واسيبك. عايز تمشي وتسيبني؟ ده اخر كلام عندك؟ نرمين يا نرمين. اسكت يا عبد الصبور. نرمين ايه؟ اسكت اسكت، ممكن تسمعك بجد؟ فين الزفت؟